مفيش حد في مصر ما يعرفش حنين حسام، الاطفال والكبار وكل الناس. طبعا اللي هي بتعمله ده اكبر خطأ، يعني انا بشوف اللي هي بتعمله ده هي بتعرض جسمها، انا بشوف كده اللي هي اللي بتعمله ده. بس هي بصراحة يعني القرار اللي القادة خدوه يعني برضه هي اكيد اتعلمت درس كويس، انا شايفة كده. فما يصحش طبعا اللي هي كانت بتعمله ده خالص. وعايزين نتكلم برضه عن البلازما يعني بس قبل دلوقتي. البلازما خلينا في حنين حسام. حنين حسام دي فتاة عشان الناس، في بعض الناس متعاطفة معاها، أو بدأ بعض الناس تتعاطف معاها وتقول لك صغيرة في السن. متعاطفين معاها عشان هي طالبة وعشان اتفصلت من الجامعة عشان ما هي أنا ما صغيرة في ينفعش السن. أتعاطف مع حد، لا طبعا ما أتعاطف مع ينفعش. حد بيدعو لنشر الرذيلة في مصر. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه يا استاذ وائل برضو، الفيديوهات اللي هي بتعملها يعني في ناس كتير جدا بيعملوها، وهم متغافلين عنها. يعني ناس كتير قوي بيطلعوا يعملوا فيديوهات زي اللي هي بتعملها، وفي ناس كتير قوي بيعملوا ما لو الفيديوهات انت اللي خدت هي بالك، كانت بتروج ليها. لو خدت بالك ان الدوله وكل اجهزتها دلوقتي بدأوا يقبضوا على اكتر من حد من اللي بيعملوا الكلام ده، فعلا وخصوصا الناس دي صفحاتها كبيره. فعلا. وخلي بالك، لو احنا كنا بنتكلم انا وانت عن الماسونيه والصهيونيه، وقلنا من اهدافهم عشان يخشوا اي دوله ينشروا الجنس والمخدرات بين الشباب، صح، لان هدفهم تدمير بلد، مش كده ولا ايه؟ تدمير القيم والاخلاق والدين وكل حاجه. فحنين حسام طبعا. دي ومن على شاكلتها مكانهم الطبيعي السجن، عشان كده لازم ندي مليون بس هي تحيه فعلا للنائب العام كانت المصري. عبره لغيرها كتير، يعني هي لو كانوا سكتوا عن حنين حسام كانت يعني كان حنين حسام الاطفال وعودة الادهم الصغيرين ومش عارف كانوا اسمها رينات بيتبهدلوا ايه كتير 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 من نفس كتير الفصيله. كتير، لان لو خدت بالك، لو قعدت ما خدت تقرا شويه النيابه العامه والضباط اللي بحث قبضوا عليها، لو شفتي في فيديوهات على تليفوناتهم وفي وبيدعوا للرذيله ونصر الفسق والفجور، حاجات كتيره جدا. انا مشكلتي مع حنين حسام الحجاب. طب انت ليه لابسه الحجاب ده؟ انت طالعه وبتستعرضي كل جسمك وكل مفاتن جسمك، ايه لازمتها الطرحه اللي انت لابساها؟ فانا بجد يعني الانسانه دي ربنا يهديها، هي برضو لسه صغيره مش فاهمه، بس لازم الاهل يبقى عليهم دور كبير جدا في التوعيه، فربنا يهديها ويهدي كل البنات والولاد. ربنا لسنا. يعني يهديها اذا كانت عاوزه تهدي، انما انا ضد اي حد يحاول يهدي بلدي. خلي بالك، احنا في الاول والاخر بنبني مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبني مصر الجديده، صح. هو والحكومه اللي موجوده رغم الصعاب اللي موجوده وشايفاها في البلد دي والازمه اللي احنا فيها وكل العالم فيها، صح. وبتلاقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم بيفتح مشروعات، رئيس الوزراء كل يوم بيفتتح مشروعات، هيئه لسه كنت بتكلم عن هيئه المجتمعات العمرانيه، كل يوم مشروعات جديده داخل مدينه جديده. تخيلي اما بنت زي دي واللي على شاكلتها بقى. احنا عاوزين مهندسين كتير، وعاوزين فنيين، وعاوزين عمال، وعاوزين 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 الشباب اللي بيبني وبينتج ويعمر. صح. تخيلي بقى اما بنت زي دي واللي زيها يكون هدفهم واحد، بتهدم جيل كامل صاعد. بس اللي بتهدم، عاوزه تهدم مصر، عاوزه تهد مصر، يبقى مكانها مش فين؟ مصر حاليا، يعني ممكن في المستقبل، هم الاطفال اللي طالعين دلوقتي اللي بيتفرجوا عليها، ويعتبر بيتفرجوا لا، عليها والشباب كمان، ايه، شباب مراهق يعني، اظن على ما اظن، انا طبعا مش متاكده. والله والله شباب وكبار بيشوفوا الحاجات دي، وكل اب وكل ام لازم ياخدوا بالهم، طبعا ياخدوا لازم بالهم في بجد. رقابه في البيت، رقابه قويه جدا كمان. بس هي طلعت برضو في فيديو، يعني انا يعني مستغربه جدا، بتقول انا والدتي ووالدي عارفين كل اللي انا بعمله وعارفين كل الفيديوهات وبيتفرجوا عليها، فيعني انا مستغربه جدا من اللي هي قالته، من التصريح اللي هي قالته. دي رجعنا للقيم والمبادئ ان هو اللي ما فيش اتربينا قيم عليها، ولا اللي مبادئ. المجتمع المصري اتربى عليها. ازاي اتعامل مع ابني، مع بنتي، مع اولادي؟ ازاي اعلمهم القيم؟ ازاي اعلمهم الاخلاق؟ ازاي اعلمه انه يبقى راجل؟ صح. ازاي اعلمه يحب بقى